في ميدان الصحافة والإعلام صنعت المذيعة السعودية سارة دندراوي اسماً له ثقله، لكنها دائماً ما يثار حولها تساؤلات استثنائية، خاصة فيما يتعلق بجذورها الأصلية، وهل هي سعودية بالفعل؟ الأمر الذي يثير حفيظتها دائماً، فتصنع الحدث وتحتل مكاناً دائماً في نقاشات الناس. محطات في حياة الحسناء التي كادت أن تتسبب في أزمة دبلوماسية مع دولة الكويت. تساؤلات أثيرت حول فتاة سعودية شابة ظهرت على فضائية العربية بطلة استثنائية وبطريقة عفوية في إدارة اللقاءات، بحث وراءها الناس لمعرفة حقيقة سعوديتها من عدمها، فالبعض ظن عبثاً أنها من أصول مصرية، والبعض الآخر حسبها على بلاد الشام أو العراق، حتى كشفت دندراوي أوراقها على الملأ، فهي كريمة أسرة مثقفة لأب وأم سعوديين الأصل، فهي نجلة الكاتب السعودي الشهير محمد صلاح دندراوي. ولدت في مدينة جدة غرب المملكة عام 1981، وتدرجت في السنوات الدراسية حتى حصلت على شهادة الثانوية العامة، ومنها إلى تخصص الصحافة والإعلام في جامعة واشنطن ولندن، لتصنع لنفسها هالة خاصة منذ بداية رحلتها الاحترافية، وتعيش في عالم شهرة غير مسبوقة داخل عائلتها المثقفة. فبداية رحلتها الفعلية كان في عام 2005، حينما انضمت لشبكة MBC لمدة 5 سنوات قبل أن تخطفها فضائية العربية لتقديم برنامج مختص بالصحة. ذاع صيتها كثيراً منذ تلك اللحظة، وبدأ الجميع يبحث وراءها أملاً في الحصول عن معلومة تفيد باختلاف جذور أحد الجدود من أجل إثارة الجدل، لكن دون جدوى، ليستعين البعض بصور لها في فتراتها الأولى وهي ترتدي الحجاب، عبر عدة صور مع زوجها وأولادها، وذلك من أجل وضعها في موقف محرج، وهو الأمر الذي أثار استياء الحسناء السعودية، لكن عليها أن تتكلف ضريبة النجاح دون ضجر، وهي التي تقدم برنامج تفاعلكم عبر شاشة العربية. ظلت الأمور كما هي عليه قبل أن تتغير الصورة فجأة، وتتعرض المذيعة السعودية لحملة شرسة وصفت فيها وزارة الإعلام الكويتية تصرفها بالإساءة البالغة وغير المقبولة، وذلك على خلفية حديثها عن تخفيض أسعار المشروبات الكحولية في قطر قبل كأس العالم 2022، وذكر الكويت في القضية، وهو الأمر الذي لم تتقبله الكويت حكومة وشعبا، خاصة بعدما قالت جملتها التي أثارت غضبهم: ننتظر تعليقات أصحابهم في الكويت على الكرم القطري. وطالبت وفقا لوكالة الأنباء الكويتية أونا عدم إقحام الكويت في قضايا إعلامية لا شأن لها بها، مع التواصل مع مكتب العربية في بلاد اللؤلؤ ودعوته لتصحيح الخطأ أو تداركه بشكل فوري، ليتم تداول هاشتاغ في السعودية بعنوان صار المجد، يدافع فيه المغردون السعوديون عن المذيعة الحسناء في أعقاب تلك الحملة. وبشكل أو بآخر انتهت الواقعة الغامضة دون إعلان الكيفية، وعاد الصخب حول جذور سارة دندراوي الأصلية من جديد.